ريال. تخيل 300,000 ريال في ذاك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالخير. في عام 1390 هجري توفي شخص ورث منه ولده 300,000 ريال. تخيل 300,000 ريال في ذاك الوقت كأن هذا الحين 30 مليون ريال. الرجل هذا اللي ورث من أبوه أخذ 300 هذه وكان عايش في نجد، ولا عجبه الوضع هناك، قال بسافر برا وبتاجر بفلوسي هذه وبيرزقني الله إن شاء الله. قام سافر لحد الدول العربية وراح لحد الأحياء واستاجر له بيت هناك وجلس فيه فترة، وكان في الحي نفسه فيه لحام وفيه خباز وفيه خضار ومجموعة محلات من اللي يحتاجها البيت، أو من اللي توفر الأشياء اللي يحتاجها البيت بشكل يومي. جاه اللحام للرجل هذا، اسمه أبو محمد، جاه اللحام وقال له يا أبو محمد فيه ولد فقير هنا عمره 10 سنوات ودنا أنك تأخذه وتشغله عندك. راح اللحام لأبو محمد هذا وقال له يا أبو محمد أنا ودي بك تسوي عمل خير. قال وش عمل خير هذا؟ قال فيه ولد هنا عمره 10 سنوات ونبيك تشغله عندك، ينظف لك البيت، يكنس، يسوي لك بعض الأشياء، يقضي لك من بقالة، الأمور اللي أنت تحتاجها بيخلصها لك وتعطيه الشيء اللي إن شاء الله يشده. قال له خلاص ما في خلاف، خله يجي. جاء الولد هذا، الولد اسمه باسم، جاء باسم واشتغل عند أبو محمد وجلس معه كم من يوم. يوم جاء ذاك اليوم إلا أبو باسم، إلا أنت يا أبو محمد جالس فاتح نافذة الصباح وتفرج على الشارع إلا فيه طلاب مارين، أطفال صغار رايحين مدارسهم. باسم كان موجود عنده في البيت، التفت على باسم قال له يا باسم أنت ليش ما تروح المدرسة مع الأولاد هذولي؟ قال له باسم والله يا عمي أنا يتيم، أبوي متوفي ولا عندي إمكانيات أني أدخل المدرسة، فقمت أشتغل علشان أصرف على نفسي على أمي، وأمي تقول لي لو أن عندنا مكينة خياطة، وتقول لي أمي لو أن حن والله يا باسم عندنا مكينة خياطة كان أنا خيطت لي ملابس وقمت أبيع وأشتغل فيها وكان دخلتك المدرسة وخليتك تتعلم، لكن ما في اليد حيلة وأنا أمك، لذلك أنا قمت أشتغل في البيوت وعلشان كذا ما قدرت أني أدخل المدرسة. قال يعني مكينة الخياطة هذه هي اللي ردتك أنك تروح المدرسة وتعلم؟ قالي والله هذه. قال مشينا والله، ويقوم يأخذه ويروح يوديه للسوق ويشتري له أحسن مكينة خياطة ويروح يدق الباب على المرأة بيت الولد، ترد أم الولد من في الباب؟ قال لها أنا أبو محمد. فتحت ودخل الرجال قال لها يا أم باسم أنا باسم علمني بالموضوع وذا الحين أنا رحت وشريت مكينة الخياطة وهذه وبيك تشتغلين عليها وتدخلين باسم للمدارس ويتعلم ويصير أحسن واحد إن شاء الله. قامت المرأة تدعي له، قالت الله يرزقك ويوسع لك في رزقك مثل ما وسعت علينا. مشى الرجال من عندها، يقول يوم جيت أطلع إلا والله أن الجدار حق بيتهم يوم جاء طالع الرجال ويشوف له صدع في الجدار، في الجدار حق البيت. قام يسأل أم باسم قال لها يا أم باسم ديش الصدع هذا؟ يعني ليش مخلينا؟ قالت والله يا أبو محمد ما عندنا شيء ولا نقدر نسوي، والصدع ذا والله انه يجينا منه برد ويجينا منه، لكن خلها على الله. يقول قام وخذ الرجال راح جاب له عمال من بكرة وصلح الصدع هذا ورتب لهم بعض الترتيبات في البيت، صلحها لهم وقضى لهم بعض الأشياء ومشى من عندهم. جلس له 6 شهور في الدولة هذه ثم رجع للرياض. يوم جاء عام 1412، يعني بعد الكلام هذا تقريبا بحدود 22 أو 23 سنة، إلا والله أن الباب يدق عليه ذاك الليل يوم يطلع، إلا والله أنها عجوز من جيرانهم نفس الصفة اللي بيتهم فيه، وتجيه يا أبو محمد سلام عليكم أنا عند الله ثم عندك، تكفى يا أبو محمد؟ قال أبشري بالسعد، شلي تبينه؟ قالت ولدي ما عندي إلا هو محجوز فيها كالديرة، وقالوا لي أنك أنت قد رحت الديرة هذيك وتعرف ناس فيها. قالت تكفى يا أبو محمد، ولدي له 4 سنين ولا عندي أحد غيره ولا لي إلا الله سبحانه ثم هو، أبيك تروح تشوفه مسجون في ذيك الديرة، وقال لي أنك قد جيتها وعشت فيها وتعرفها وتعرف لك يمكن ناس هناك. هذه 300,000 نحتاج لها محامين، قوم لها محامين، ونحتاج أنك تدفعها للناس اللي إن كان له مشكلة، للناس اللي مشكلته معهم ويتنازلون عنه ويفكونه ادفعها، تصرف باللي أنت تشوفه، هذه الدراهم وأنا والله ما ثقل فيك أنت من بد الناس كلهم، واخترتك وتكفى لا تردني ولا تخيب رجاي فيك. قال يا بنت الحلال، قالت تكفى يا محمد؟ قال خلاص ابشري، رغم أني والله ما قعدت إلا 6 شهور في
ديرة ذي ولا أعرف فيها شيء، لكن أبشري الله يقدرنا على فعل الجميل. خذ الرجال نفسه وسافر لديك الديرة، ويوم جاء هناك ويحجز له فندق ويجلس يرتاح ذاك الليل، يمجى من بكرة يقول وندر ونزلت للأسواق والمحلات وشوف أكبر لوحة محامي وادخلهم. يوم جيتهم يقول دخلت على المحامي هذا وعطيته معلومات الولد من واقع جواز السفر، وقلت له أبيك تشوف لي وش قضيته وكيف نحن ممكن حنا نقدر نخلصها. قال طيب ارجع لي بكرة الصباح إن شاء الله وبتحصل عندي الخبر الأكيد. يقول يوم جاء من بكرة وجيه الله وراد لي الأوراق، قال لي والله هذا لا أقدر أخلصها لك ولا لي شغل فيه. يقول خدت أوراقي ورحت المحامي الثاني والثالث والرابع، ولا خليت محامي إلا جيته وقعد لي كم من يوم أنا أدور على مكاتب المحامي كل واحد ياخذ الاوراق، يقول بشوفه واذا جيته من بكره قال لا ما لي شغل فيه ولا اقدر اسوي لك فيه شيء. يقول سكت علي الدنيا لدرجه اني قلت يا ولد خلاص ارجع ما ارجع وش عاد اسوي، كل اللي في يدي سويته ما قدرت اسوي شيء. يقول وانا اعلمهم اقول ترى عندنا فلوس وبندفع وبنسوي، قالوا لا ما هي بلحيه فلوس ما نقدر. المهم يقول فكرت اني برجع للرياض، يقول وتذكر الحي القديم اللي كنت ساكن فيه، قلت خلني بمر واشوف من اللي موجود هناك ونسلم عليه ونشوف علومه. يقول سكت علي الدنيا ولاني والله ما عاد ادري وش اسوي، ما خليت مكتب محاماه ما جيته كلهم اعتذروا ولا في فايده. فيقول وانا افكر اروح برجع للسعوديه ما برجع، ما في يدي شيء خلاص يعني اللي في يدي كله سويته. يقول تطري علي فكره سبحان الله اتذكر الحي اللي كنت سكنت فيه يوم جيت ذيك السنه أبي أدور لي شغل ولا تجارة ولا شيء. يقول والله وركب لي تاكسي وروح للحي. يقول له والله إن هذا الجزار صار شايب وهذا البقال وهذا الخضار وهذا راعي المغسلة. يقول وسلم عليهم عرفوني الرياجيل وعرفتهم. يقول ما أثناء السوالف معهم يقول يطري علي باسم. يقول وأكلم الجزار اللي هو جابه له أول مرة، قلت لها يا أخي تذكر باسم الولد اللي أنت جبته يشتغل عندي؟ قال الله الله أذكره. قال وش الدنيا به وسار عليه وش دنيا هذا الحين؟ قال باسم هذا نشد منها الحين ما شاء الله صار تاجر واغتنى والله رزقه ولا تنشد منها أموره مصلحة ما شاء الله عليه. قلت تعرف عنوانه؟ قال لي بالله أعرفه. يقول قلت له تكفى أجل تعرف عنوان باسم عطنية. قال له موجود عندي عنوانه. يقول الله يكتبه لي في ورقه ويعطيني إياه. يقول وقف لي تاكسي يقول وركب مع راعي التاكسي. قلت له ودني العنوان ذا. يقول والله وامشي ويوم وصلنا الا دخلنا ذاك الحي الفخم اللي ما شاء الله تبارك الله يوقف بي عند ذيك الفله اللي كبر وعرض وحديقه وحوش ودنيا. قال لي هذا العنوان. يقول والله وانزل وادق الجرس. يقول وتطلع لي العجوز ام باسم. يقول يوم فكت الباب اول ما شافتني وتعرفني قالت ابو محمد يا مرحبا ويلا حيا. يقول وتخمني ما بقى الا تضمني. قالت لها قلط. يقول وادخل معها وقلت في الصالة وهي مجلس. يقول ما بقت شيء من نعايم الله إلا طلعت أهلي وتطلع لي القهوة والشاهي والعصيرات والدنيا وشلونك يا أبو محمد. طبعا هو يقول أنا أول ما دخلت الصالة شفت لي منظر هزني. وش اللي شاف؟ شاف صورته مع باسم يوم أنه صغير معلقة في الجدار. يقول يوم شفت صورتي انصدمت يعني من الموقف، مكبرينها ومبروزينها وحاطينها في الصالة. هو متصور مع باسم هذا يوم انه صغير راح به الاستديو او شيء وتصور هو اياه وخلاها عند باسم ذكريات. يقول قلت لها وش ذا يا ابو يوم باسم ليش حاطين صورتي هنا؟ قالت يا ابو محمد انت في قلوبنا ما انت بس في الصورة هذه، والله اني ادعي لك من يوم ما جبت لي الماكينة هلا يومك هذا ما قد صليت فرض ولا قد جلست الا وانا ادعي لك ولدي باسم يدعي لك. يقول المهم المره قامت تضيفني شوي الا والله ان باسم يوم جاء والله ما شاء الله ذيك البدله والنجوم صار ضابط ما شاء الله تبارك الله. يقول يوم شافني الرجال وكانه شاف ابوه يقط بريته ويجي ويمسكني يقول ويضمني ويحبحبني سلم علي وحب راسي ويحب يديني وحب رجولي. يقول يا ولد كانك شايف ابوه طالع من قبره. يقول والله واجلس انا وياه ونسولف ونتغدى سوا. قال يا عمي وش اللي صار معك؟ عاد قام كل واحد يقول تغدينا وكل واحد منا اخذ علوم الثاني. ويوم جاء العصر ويقوم ياخذ انت يا باسم خذ الرجال خذ ابو محمد وراح للفندق وخذ الاغراض حقته من هناك. قال له انت ما تقعد في الفندق تجي تسكن معي في البيت. يقول والله حاسب الفندق الرجال ورحت معه للبيت. جلسنا ذاك اليوم يقول له والله اني مستحي ما ادري كيف اعلمه بالموضوع وش اقول له اصلا. يقول قام هو انت يا باسم ويساله قال لي يا عم ابو محمد وش اللي غريبه يعني وش
يوم انك جيت لديرتنا وجيت كذا. قال له والله يا باسم الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، وجيت ودورت لي محامين وسويت وسويت ولا قدرت. قبل ما امشي قلت بمر واسلم عليك واشوفك، ومريت الحي وعلمه بالموضوع كله. قال لها وش اسم الرجال هذا اللي انت تبي تنشد منه لمسجون؟ يقول وطلع الجواز واعطيه اياه. يقول يوم شاف صورته في الجواز وشاف اسمه قال انت ما لقيت الا الشخص هذا تبي تجي تطلعه؟ يقول قلت له والله هذا مبدلنا. قال يا عم ابو محمد انت ما لقيت الا الشخص هذا انك تجي تساعده؟ يقول قلت له والله عاد هذا اللي حصل وهذا اللي الله قدرنا عليه. قال لها تدري انت وش رفيقك هذا وش هو مسوي؟ يقول له لا والله ما ادري وش مسوي هو. قال هذا ضارب مديري اللي في العمل وشاق وجهه، لكن يسر الله الأمور إن شاء الله، خلني بكرة بشوف الأمور. يقول يوم جاء بكرة الصبح راح أنت يا باسم لدوامه ودخل على المدير حقه وقام، بس ما يدري كيف يكلمه، يعني يبي يفتح الموضوع ما يدري كيف. قام يسولف له قال له يا طويل العمر أبعلمك بموضوع وأبيك تحكم فيه. قال له تفضل يا باسم. قال له أنا يوم كنت صغير حصل معي كذا وكذا وكذا وكذا، والرجل هذا اللي سوى فيني الجميل هذا وشرالنا الماكينة وخلى أمي تشتغل، ولين وصلت أنا إلى الشيء اللي أنا وصلت له ببركة الرجل هذا وبسبة جميله معي لو زارني مثلا. فالرجل هذا صاحب جميل علي، وهو بعد الله سبحانه السبب في الشيء اللي أنا وصلت له والرتبة اللي أنا واصل لها اليوم. لو فرضا زارني الرجال هذا وش ممكن أنا أقدر أسوي له؟ وكيف أنا ممكن أقدر أكافئه على الشيء اللي هو سواه معي؟ قال له المدير الضابط الكبير قال له والله يا باسم مثل هذا مهما سويت ما تقدر ترد جميله، لكن سوي حفلة استقبال له وسوي له عزيمة وكرامة وكذا، وحنا راح نشاركك في الموضوع هذا. قلت له يا طويل العمر ترى الرجال هذا له حاجة واحدة، الرجال اللي مسجون عندك اللي ضربك وشق وجهك هو جاي يبي يخلص موضوعه. يقول أنا بس قلت له كذا تغيرت ملامح وجهه وتغير وجهه، وكان عنده طفاية الدخان ويأخذها ويحذفها علي، لو ما أني رغت بس كذا عنها كان كسرت وجهي وتصقع في الجدار اللي وراي إلا كل قطعة مهم مع الثانية. قال أطلع برا. يقول ويطردني. قال والله من جيتني ونعاد ثاني مرة فتحت الموضوع هذا فصلتك من العمل هذا كله. طلع أنت يا باسم من عند مديره وراح للمكتب منكسر وحزين ومحرج وما عاد يدري شو يسوي، هو محرج من أبو محمد ولا من مديره اللي حط في باله أنه خربت العلاقة أنك جاي تكلمني في واحد ضربني وشق وجهي. يقول نهاية الدوام المدير يتصل على باسم قال له يا باسم. قال نعم. قال معاك 4 ساعات تروح الآن تاخذ فلان من السجن وتروح وتطلعه من الحدود، بعد 4 ساعات اقسم بالله لا احصله موجود في البلاد ان اذبحك انت وياه. يقول والله قام لك انت يا الضابط هذا وبسرعه يروح شغل سيارته وياخذ الرجال. يوم جل الرجال حالته ما تفرح عدو ولا صديق، مضروب وملعون خير خيره. ركبه معه واتصل على امه قال خلي ابو محمد يجهز اوراق اغراضه وشناطه وانا جاي اخذه هذا الحين. ركب ابو محمد معه قال له شوف قال سويت؟ قال شوف رفيقك وراء. سأله أبو محمد قال له وش صار معك على رفيقي؟ قال له شوف رفيقك هذا هو وراء. يقول يوم التفت الرجال لا والله ان هذا خويه مضروب وحالته حاله. وعلم ابو محمد قال له ترى الموضوع كذا 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 كذا، وذا الحين لازم اطلعكم الان من الحدود قبل ما انه تنتهي المهله اللي اعطاني اياها. يقول والله وخذهم الرجال انت يا باسم وطلعهم من وداهم لين الحدود ونزلهم وتوادع معه ورجع لهله. ابو محمد يقول انا الحين ما اقدر ارجع بالولد وهو بالحاله هذه لهله، مضروب وحالته حاله، يعني ان شافته امه ماتت بالشكل ذا. يقول واخذه ويروح يستاجر له شقه ويقعد يصرف عليه ويقعد ياكله ويشربه ويعالجه لين اخذ له شهر ونص ولا شهرين وطاب الولد وزانت صحته ورجعت عليه عافيته. قال ها وش رايك؟ انا احسب ان السنابه خلصت. قال ايش رايك تبينا نعود الحين للديره؟ قال مشينا. يقول والله نشغل ونتوكل على الله ونروح للديره. يوم قربوا يقول مشينا ورحنا للديره. يوم حنا في الطريق يقول واتصل على اخوي واقول له رحل العجوز وبشرها قل لها ترى فلان جاي ولدك معه الساعه 4 العصر ان شاء الله وهو عندك عند البيت. يقول وصلنا بالفعل الساعه حدود 4 العصر. يقول والله يوم جينا الا العجوز واقفه في الشارع تحتري. يقول يوم شافت
يوم نزلنا أنا والولد يقولوا تجي تركض وتمسكني أنا وتحبحبني وتشكرني. يقلت له ولدك هذاك هو؟ قالت لا لا ما هو بذاك ولدي، أنت اللي جبته وأنت اللي رحت وفكيته. أنا اللي 4 سنين قدني فقدت الأمل أنه بيرجع، يعني حطيت في بالي أنه خلاص مات مات انتهى، ما عاد ما هو براجع لي. وحتى يوم اني قلت لك رح والله اني فاقده الامل وانت جبته لي ذا الحين. يقول والله وسوت لها حفله العجوز وما خلت شيء ما سوته وتشكرني. قالت ال 300,000 اللي انا اعطيتك اياها على اساس انك تدفعها تراها جاتك هديه. قلت لها والله انها تحرم علي ما اخذ منها شيء، انا شاري لباسم هذا. قالت العجوز لأبو محمد ترى 300 اللي عندك جاتك، والله ما أخذ منها شيء، الحمد لله رب العالمين، أهم شيء أن ولدك طلع وأنها قلتك جات في محلها، والله اللي قدر والله اللي عانى في الموضوع هذا. سبحان الله يا أخوان، يعني مهما سويت أحيانا أي عمل خير تسويه كثير قليل كبير صغير يجيب له نتيجة في كثير من الأشياء. فوائد عظيمة في القصة هذه ووقفات جميلة تستحق أن واحد يجلس يتكلم عن كل موقف فيها وكل فائدة يبيرها شرح لحالها. لكن حنا كالمعتاد أنا بخليكم تشاركوني في القصة هذه، أرسلوا لي تعليقاتكم على القصة والفوائد اللي أنتم استفدتوها والوقفات. إن شاء الله تعالى راح نلقاكم بكرة في قصة جديدة وتصبحون على خير.